السلام عليكم. وعليكم السلام. فوبر ولا حاجة، جالنا بلاغ كده ان في صوت فرقعة ولا انفجار كان في البنك من شوية. ما احنا كنا بنفطر فده كيس البرنجان تغشلنا عليه فرقة. كيس ايه دي فرقة يا ابني ويسمع الناس والجيران بره؟ لا ما كان جنب الميكروفون والميكروفون كان متوصل بسماعات كبيرة قوي. وايه اللي جاب السماعات في البنك اساسا؟ كنا بنحتفل النهارده عقبال امالتك، بنحتفل باليوبيل الفستقي بمناسبه مرور 4000 سنه على انشاء البنك. بس فاحتفلنا وقفلنا. لو انت فاضي بقى روح احلق بعد بكره الاثنين، يا دوب تلحق ولا تهوريش. مين ايه وبتاع ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه، انت بتديني ظهرك ليه يا عم؟ ما تديني وش. لا ما اصل كانت الحفله التنكريه فمش هستفاد حاجه، وشي زي قفايا. تمام يا اللي انت اسمك ايه؟ نفادي، اسمي نفادي. تمام يا عم نفادي، شاكين قوي يا عم نفادي، مش عايز حاجه يا عم نفادي. ربنا يخليك، مش شاكرين يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم، واضح ان في سرقه في البنك واحتمال يكون في رهاية. اشترك في باقات واتش الشهريه 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه 149 جنيه و99 قرش.